هلو ليديز اند جنتلمان، حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. يا احلى ناس، رجعنا لكم مقطع جي تي اساطير. مثل ما انتم شايفين شباب، نزل المتجر التخفيضات حبايبنا، مثل ما انتم شايفين وراي حبايبي، شيء اللوز اللوز ليديز اند جنتلمان. اوكي يا اساطير، سو طبعا حبايبي الان بحسب احد المتابعين يا اساطير. اوكي طبعا تعذبت كثير يا شباب، وانا عم ببعث لهم كثير مكتب متابعين شباب، لا تغزونا شباب، كثير منهم حاولت ادخل حساباتهم وما مشي الحال شباب، يعني مشاكل بكلمه سر، كلمه سر لايك شباب، كانت الامر يعني مضطر بسرعه وانزل الفيديو بسرعه لايك شباب. الف مبروك لك هذا الحساب، مو الحساب المتجر، لا تغزونا شباب، عندي الوقت متاخر وكثير تعبان شباب، لايك شباب، بدنا نطول اكثر من هيك. قبل ما نبلش مقطع يا اساطير، لا تنسوا تتابعونا على الانستغرام شباب. اوكي حبايبنا، وراح احط لكم رابط تحت الوصف، شوي تعبان، قول بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نحرق قبل الحدث شباب، ونبكر ونحرق، قول بعدين نحط راسنا بننام شباب، وخلي الولد يدخل يلعب بالحساب. اوكي ليديز اند جنتلمان حبايبي، اوكي اول شيء شباب، اول شيء شباب راح نحرق، طبعا راح نشوف شو في عنده، شو طبعا باين هون عنده، ما عنده السكايلر شباب، راح نجيب له السكايلر، طولوا بالكم، خلينا نتاكد شو في عنده، شو في عنده بشكل سريع. طبعا شباب الظاهر انه ما عنده سكايلر، اوكي عنده الشخصيات العاديه حبيبي والله. خلينا نرجع المدرسه معلم لوزلوس، يلا يا شباب الاساطير. طبعا شباب راح نجيب كل شيء بصراحه، طبعا شافوا التخفيض 88، نزلت لكم ستوري 88 معلم، راح نجيب كل شيء يعني مثل ما انتم شايفين شباب، بنحرق قبل المتجر حبيبي والله، يتدلل المتابعين عليكم، بيتدللوا معلم. اشياء التطوير شباب ما مش مهمات، هذول يعني ما راح نطلع عليهم كثير شباب، لانه ما يهم الاسلحه، راح نجيب له الاشياء المهمه شباب، يعني مثل شو مثلا، شو هذا ادفنجر داون كريت، ما بعرف شو هذا شباب، خلينا نفهم بيه شو هذا، نجرب وهل حلو، نجيب كلهم عليهم، نفتح كلهم، نفتحهم كلياتهم بعد شوي شباب، بعدين رح نفتح كل شيء، نجيب كل شيء، خلينا نجيب نحرق قبل ويلي ثلجات، ما ثلجات، ونبني الطاوة يا اساطير، احلى طاوة معلم، حلو نعمل له هيك حبيبي والله، الثلجة وين، شو هالثلجة معلم، والله صناديق غريبة عجيبة اقسم بالله شباب، رومات نجيب له كل الرومات اصلا، خلينا نجيب له ابو الرومات معلم، يتدلل ومتابعين عليك. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين جبنا له هالسكين حبايبي، اطمنوا لوز اللوز. اوكي رخصة كريستيانو شباب، منه هي هون معناتها ما عنده اياها، لوز اللوز معلم، بطاقة تغيير اسم خلينا نجيب له، يلا خلينا نجيب له شي خمس بطاقة تغيير اسم معلم لوز اللوز، بطاقة الحاضنة شباب نجيب له ابو البطاقة الحاضنة، شو هذا؟ المرافق ما اعرف اذا كثير مهم، خلينا نشوف شو في كمان متجر، والله في متجر اشياء باللوز معلم حبيبي والله، شو هذا مستر بونغ، هذا على البطريق، والله البطريق ممكن ينفعه شباب، نشتري له صندوق البطريق، والله الشباب حركنا من اول متجر معلم، نفتح نجيب كل شيء، نجيب كل شيء ونفتحهم كلياتهم معلم، نفتحهم كلياتهم يا اساطير، بيتدلل روح. شو هذا توب شيف لوت، ما بعرف شو التوب شيف معلم، نجيب له هذا كمان معلم، روح شو هذا كمان معلم، نجيب له هذا السكين كمان، والشباب يعني حرقنا والله، حرقنا له المتجر وحبيبي والله. طب ثواني ثواني، نجيب له هاي كمان، بس ثواني شباب انا شايف انه ما عنده الفاير باس، يلا بعد شوي بنجيب له الفاير باس كمان يا اساطير، راح نجيب له اياه ايزي فريزي، باقي عندنا 1889 حبايبنا، جبنا له الاشياء، والله خلينا نجيب له هذا البطريق كمان معلم، حبيبي والله باللوس، نعمل سويتش هون معلم، شوف شو فيهم معلم، الرقصه هي نجيب له هالرقصه كمان معلم، اطمنوا، شو في كمان نجيب له يا اساطير، شو في كمان نجيب له، نجيب له هالسنادين كمان افتح له اياهم معلم بعد شوي 200، بقى معنا 1500 شباب، بقى معنا 1500 اساطير، سو ليديز اند جنتلمان برايي هيك بكون شفنا، خلينا نتاكد من كل شيء معلم، الاشياء المهمه، شو هذا فاماس بلاك ويد، فاماسات، نشتري الفاماس كمان صناديق فاماس، اوكي حبايبنا الكرام، برايي هيك بيكون لوز اللوز، جبنا له اهم الاشياء حبايبي مثل ما انتم شايفين يا اساطير، شيء مرتب، شيء مرتب على الاخير، جبنا له كل تك 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 تك، اطمنوا شيء مرتب على الاخير حبايبي، هات نشوف معلم، وهوني هوني 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 دم وما دم دم لوز اللوز. الان شباب خلينا ندخل على نروح نفتح له كل الصناديق، ليتس جو. اوكي حبايبي هون عندنا البتين الباندل حبايبنا، الباندل الرئيسيين يا اساطير، شي باللوز اللوز، رح نخليه يفتحهم يا حبيبي والله، ليش نخليه يفتحهم؟ نفتح له نحن، انا نفتحهم شباب، نحن نفتحهم. اوكي خلينا ندخل على هالصناديق، 40 صندوق شباب، والاشياء باللوز معلم، نفتحهم كلياتهم حبيبي والله، ليتس جو. شوف ان شاء الله يطلع له شيء حلو معلم، يلا شوف فماسات معلم، ان شاء الله يطلع له شيء دايم معلم حبيبي والله، اطمنوا يبلع يبلع الو بي بيض ولا ولك عاش، جاء فماس شباب، شو هالفماس اللي جاء، حلو كفو كفو كفو، هي احلى فماس معلم باللوز والله، جاء فماس اسطوري معلم، ان شاء الله يكون جبنا له فماس معلم، شو هاي كمان، ما في شيء هون معلم، شيء باللوز قول لي، جا له النقار دايم،
ولك عاش وهذا كمان دام ولك كفو والله نايس معلم نايس 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 فير نايس والله كتير بسطة له حبيبي. اشوف هذا البندل هذا كمان هذا اوه طلعت له هاي حلو دايم وهي دايمة كمان طلع له جاكيته كمان دايم الجاكيته كمان دايم باللوز معلم ولهذا الحذاء كمان خلاص معلم جبنا له كل شيء خلاص باللوز خلاص معلم هذا شب هذا السكين افتح له كله معلم شوف على ما في عنا شيء دايم والله كفو جنب بنطلون دايم معلم حبيبي والله نفتح له يكون زبوده معلم حلو هيك بكون جبنا له كل شيء دايم هاي جبنا له الهذا اوه الطباخ شباب الطباخ شباب هذا السكين يعني كثير 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 من الناس بفضلوه يعني والشورت تبعه الشورت تبعه اسطوري جبنا له الشورت كمان معلم حبيبي والله كفو والله جبنا له كل شيء معلم خلاص بما انه طلعوا له هذا معناته جبنا له كل شيء يا اساطير والله تدلل حبيبي والله النقار نقار شو شباب حبيبي والله يلا ولك عاش رقصة صدقوني شباب هالرقصة هاي عم بحاول اضرب عليها كتير ما عم تطلع لي بحسابي حبيبي والله بيض هالسكين معلم حبيبي والله والله اعتقد يمكن هو موجود من قبل النقل هذا بطريق المهم شباب نفتح له هذول كمان اوكي هي بكون جبنا له هذا معلم هذا السكين كمان حبيبي والله لوز اللوز نايس اوكي يا اساطير الان شباب حان وقت اللي نشوف بنحرق قبل البطاقات الموجوده هون معلم شوف هاي طلع له شيء سلاح مشكلس السكار الام 4 الجروز يا معلم ايش الحظ الاسطوري ايش هو هذا معلم ايش هو جبنا له كل شيء يلا ما بقى شيء ما جبنا له السنايبر نحاول نجيب له السنايبر كمان ان شاء الله يطلع الفاماس والاسلحه يا سلام يا سلام عليك نشوف معلم شو يطلع له السنايبر كمان لا 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 ايش بلوز والسنايبر طلع لك معلم خلص خلص اقسم بالله شايف تحول حساب نار معلم حبيبي والله اوكي لوز اللوز هات نشوف معلم باقي الاي كي نشوف معلم نجرب يلا هات نجرب يلا نفتح يلا يلا نحرق ما نخلي شباب شو جبنا ما نخلي له شيء معلم ما نخلي له شيء ابدا معلم ابدا حبيبي والله هات نشوف اوكي عندنا هون الدايموند شباب لا والله ما مو مهم كثير البطاقة الحاضنة بيني بطاقة حاضنة يا اساطير شباب رح نحرق ابوهم للحاضنة اوكي يعني بدنا نحرق حرقة الشباب 80 بطاقة بدنا نحرق ابوهم هيك على السريع اوكي عندنا 80 بطاقة يا اساطير باقي للحاضنة هون 14 والله شاب نحرق 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 على السريع قناع على السريع 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 حجار 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 ها 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 ما بدي اشوف شيء ما بدي اشوف شيء ما بدي اسمع شيء ولا بشوف شيء قناع حلو مع حجر حبيبي والله ابلع علب 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 على بحجر حجر لك عاش حلو شباب 10 احجار واثنين قناع معلم ب 80 بطاقه يا عيب الشوم عليكم حبيبي والله شباب راح نخلي هذا مثل ما هو اوكي ما راح نلمس شيء راح نخلي هو الشاب يعمل بده اياه اوكي يا ساتير لوز اللوز الان هون حبيبنا في توب اب هون معلم خلينا نجيب له هالتوب اب اوكي باللوز اللوز والان شباب شو بقي؟ حرقنا له المتجر خلينا نرجع على المتجر نشوف ليكون في شيء مو حرقنا له يا معلم. اوكي يا ساتير، اعتقد هون يا شباب جبنا كل شيء، اوكي لوز اللوز حلو. سو ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام هيك بيكون تمام مقطعنا اليوم يا ساتير ان شاء الله عجبكم مقطع حبايبنا. ان شاء الله شباب رح نعمل لكم مسابقة اسطورية شباب رح نحرق الحدث ان شاء الله المتجر لواحد من المتابعين كمان مرة ثانية يا شباب يا ساتير. لا تنسوا تتابعونا على الانستغرام يا شباب لاساطير تحت بالوصف. وشيء كثير مهم شباب حاب اقول لكم شيء رح نعمل رحلة الصعود الى جراند ماستر شباب يوم الاثنين، اوكي؟ رح يتجدد السيزون يوم الاثنين، كان لازم يكون متجدد الجمعة بس ولكن تأجل ليوم الاثنين. اوكي يا ساتير. بشوفكم على خير حبايبي. ان شاء الله انبسطتوا معنا. تابعونا يوم الاثنين شباب رح نعمل بث مباشر على الفيسبوك رح نوزع فيه اكواد جواهر اوكي يعني حبيبي والله لوز اللوز. سو هيك بكون تمام معطاني يا اسطور ما اساطير لا تاخذونا شويه اذا عم بحكي هيك مخربط لانه كثير تعبان حبايبنا كنت منتظر انه ينزل هذا الحدث عشان اصور لكم مقطع وانا يعني مثل ما انتم شايفين حبايبي. تابعونا على انستغرام فيسبوك ديسكورد everywhere everything حبكم بزاف يومكم سعيد سلام عليكم.